عندما تعلو راية الصفراء لبيك حزب الله لبيك حزب الله نحن العزة لبيك يا حسين لبيك يا حسين نحن العرب قد لبسنا الذل في صور النساء ثم كان آية التطهير حتى خطت النجوم حتى نصر الله في أعلى السماء لبيك يا الله لبيك يا رسول الله ليبقى دائما دكتور العرب الرئيس بشار الأسد القصيدة مهداة للشعب السوري ولك باختصار قالوا السماء طفرة وكتبوا حزب الله غالبكم وكتبوا حزب الله غالبكم لا تعني نحرق الشام باللي سكنها أعباس لا تسرج الخيل الشيع المعركة قبل ما تبدا سبقها اقعدوا شوف قطع الروس أطفالنا اتقى صبرها رقيا سيبقى النداء لتسمعنا في من ملأت ساحاتهم صدى السيدة زينب عندما نكون النداء في موقف الذلة نحن العزة لبيك يا حسين لبيك يا حسين